يصادف اليوم الذكرى 2798 لتأسيس مدينة يريفان. أن مملكة أورادو الأرمنية تشكلت بحوض بحيرة بان في المرتفعات الأرمنية في القرن التاسع قبل الميلاد، وكان الملك آرامين هو أول مؤسس، وكانت المملكة من إحدى الدول الأكثر نمواً في عصرها. في السنة الخامسة من حكم الملك أرغشتي الأول بنى مدينة يريفان إيربوني على أنها حصن، ومن خلال الكتابة المسمارية التي تركها أرغشتي الأول يخبرنا بما يلي: لعظمة الإله خالد أرغشتي بن ميناوس بنى هذه القلعة المنيعة ليرقب الأعداء وسماها إيربوني. يقول أرغشتي: هذه الأرض كانت غير مأهولة، وهنا أنا أنجزت عملا عظيما لعظمة الإله خالد. أرغشتي بن ميناوس ملك قوي وحاكم مدينة دوشبا. هذا التسجيل التاريخي أعطى فرصة للعلماء ليؤكدوا لنا تاريخ ميلاد يريفان عام 782 قبل الميلاد. 6600 جندي كانوا أول من سكنوا يريفان. إيربوني يريفان تأسست 29 سنة قبل روما، وتقريبا نفس عمر بابل ونينوى. في 28 مايو من عام 1918 أعلنت يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا. ففي عام 1968 ولأول مرة احتفلوا رسميا لذكرى مرور 2750 سنة لتأسيس مدينة يريفان، واستمرت الاحتفالات لمدة أسبوع. وبتلك المناسبة تم إصدار العديد من الكتب عن تاريخ يريفان والأفلام التي تعكس الحياة اليومية في يريفان، وتأليف العديد من الأغاني والأناشيد عن يريفان والتي ما زالت ليومنا. فمثلا يريفان إيربوني، حيث غناه لأول مرة فرقة غناء مكونة من 2750 شخصا، وكان حدثا بارزا في تلك الأيام. كما تم افتتاح 2750 نافورة في ساحة الجمهورية ما زالت تعمل ليومنا هذا. ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا العيد تقليدا يحتفل به كل عام، وها اليوم يحتفل به كما تشاهدونه من خلال هذه اللقطات الجميلة.
نصرتي ما إلى كاهك. Yes, yes, yes.